بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد يا ولاد النهارده اولى حلقات المفهوم الثاني واول درس اللي بيتكلم على الميه كأهم الموارد الطبيعيه على سطح الارض. الموارد الطبيعيه، الموارد الربانيه الموجوده على سطح الارض. الموارد دي يا ولاد موارد متعدده ومتنوعه، زي مين؟ المعادن وزي الميه. طب يجي لك سؤال يقول لك ايه امثله المعادن اللي من الموارد الطبيعية؟ الذهب والفضة والألمونيوم. طب بالنسبة للمية، تعتبر من أهم الموارد الطبيعية على سطح الأرض، علشان كده يجب علينا الحفاظ على الموارد الطبيعية. طب نحافظ عليها إزاي؟ بصوا بقى صيغة السؤال، يقول لك في الامتحان ما هي طرق الحفاظ على الموارد الطبيعية؟ يعني تعمل إيه عشان تحافظ عليها؟ نمرة واحد، ترشيد الاستهلاك، يعني تبقى حريص في الاستهلاك. نمرة اتنين، تبقى تصونها صيانتها. نمرة تلاتة، اللي خلص منها ما ترموهوش، تحاول تعمل له إعادة تدوير علشان تستفيد منه أقصى استفادة. يبقى كم طريقة للحفاظ؟ تلاتة، نمرة واحد ترشيد الاستهلاك، نمرة اتنين الصيانة، نمرة تلاتة إعادة التدوير. طب لما نتكلم على المية تحديدا، ده سؤال علل يا ولاد. انا بقول لك صيغة السؤال بتيجي ازاي. علل، يعتبر الماء من اهم الموارد الطبيعية، او لماذا؟ لان الماء من اساسيات البقاء والنمو للكائنات الحية، وكلنا عارفين ان المية بتمثل اكتر من 3/4 جسم الانسان. جسم الإنسان أكتر من 3/4 بيتكون من المية. موجودة المية في الدم وفي البول وفي الدموع وفي اللحم بتاع الإنسان. علل، يجب الحفاظ على المية إن هي بقى العذبة الحلوة وحمايتها من التلوث، المية اللي بنشرب منها، لأن كمية المياه العذبة محدودة، ومعظم المياه الموجودة على سطح الأرض مياه مالحة غير صالحة للشرب أو الزراعة، ولا يستطيع الحيوان أو النبات أن يعالجها، وده دور مين؟ الإنسان. يبقى ليه المية مهمة ويجب الحفاظ عليها؟ المية العذبة لأنها محدودة على سطح الكرة الأرضية. ده النشاط الأول. نيجي للنشاط الثاني اللي بيتكلم عن أهمية المية ومصادرها، مصادر المية واستخداماتها. ايه المصادر بتاعت المية؟ يوجد مصادر كتير للمية، خدناها قبل كده، الأنهار والجداول المائية والبحيرات، كل دول بيجيبوا لنا مية. وبتستخدم المياه في ايه؟ الشرب، ده رقم واحد، ولكن ليست كل مصادر المية صالحة لذلك. مش كل مكان يجي منه المية نشرب منه، لا، ده لازم تكون مياه صالحة للشرب. طب استخدامات المية في ايه كمان غير الشرب؟ الري والزراعة، بنروي الأراضي الزراعية ونستعملها في الزراعة، وتوليد الكهرباء عن طريق السدود، زي مين؟ السد العالي اللي موجود في بلدنا في أسوان. وإيه كمان؟ نستعمل المية في صيد الأسماك، ونستعمل المية في السفر ونقل البضائع من خلال السفن زي الصور. يبقى الشريحة اللي فاتت جابت لي مين؟ استخدامات المية، الشرب، الري، الزراعة، توليد الكهرباء، صيد الأسماك، السفر ونقل البضائع. دي الاستخدامات. تعال نكمل النشاط الثالث، وبيقول اللي نعرفه على المية كأهم الموارد الطبيعية واللي هنتكلم عن مصادره. كلمة مصادر يا أولاد يعني جاية منين؟ قال لك مصادر المية على سطح الأرض متعددة، بس في مصادر للمية العذبة ومصادر للمياه المالحة. يبقى المية نوعين، مياه عذبة صالحة للشرب، ومياه مالحة غير صالحة للشرب. آدي مياه صالحة للشرب في المياه العذبة، وغير صالحة للشرب في المياه المالحة، ده وصف المية. طيب المية العذبة اللي تصلح للشرب نلاقيها فين؟ في الأنهار والأنهار الجليدية المتجمدة، والأمطار مية عذبة، والمياه الجوفية مية عذبة، والجداول مية عذبة، والبرك ومعظم البحيرات. أما المياه المالحة كلنا عارفين، يا إما البحار
يا إما المحيطات، يا إما الخلجان جمع خليج زي الخليج العربي. طيب هنتكلم على ترشيد استهلاك المية، يعني ما نفتحش الحنفيات على الغارب ونفقد المياه، لا يجب ترشيد الاستهلاك حتى لا تنفذ ولا تنتهي. طب دورنا إيه؟ يجي لك في الامتحان سؤال مهم، أنت كبني آدم دورك إيه عشان تحافظ على المية؟ قال لك غلق صنبور المياه أثناء غسل الشعر أو الأسنان، وأنت بتغسل سنانك أو شعرك يبقى أنت كده إيدك بعيدة عن المية، ما تسيبش الحنفية مفتوحة بقدر كبير. طب إيه كمان؟ ما تقعدش ساعة تستحمى، قلل الزمن، كل ما قللت الزمن تحافظ على المياه. يبقى دي الطريقة الأولى، غلق الصنبور أثناء غسل الشعر أو الأسنان، تفتح على الغسل على طول. نمرة 2، تقليل الزمن. النشاط الرابع بيتكلم على المسطحات المائية. المسطحات المائية لها مفهوم، إيه تعريف المسطحات المائية؟ هي مناطق على سطح الأرض يتجمع فيها الماء، وتختلف هذه المسطحات من حيث حاجتين، نوع المية إيه ومكان المية فين. يبقى يجي لك سؤال أكمل، تختلف المسطحات في إيه وإيه؟ نوع المية ومكان المية. طب اديني أمثلة على المسطحات المائية مع الشرح. أول نوع هناخده النهر. النهر نوع المية إيه يا جماعة؟ مية عذبة صالحة للشرب زي نهر النيل. طب المكان بيبدأ منين؟ بيبدأ التدفق من الجبال والمناطق الجبلية. طب إيه تعريف النهر؟ هي مسطح مائي عذب، وتبدأ نقطة انطلاق تدفقه من الجبال. أمال بينتهي النهر فين؟ عند التقائه بالبحر أو بنهر أكبر، يبقى ده الفينش بتاع النهر. يبقى نهاية النهر بيكون عند التقائه بالبحر أو بنهر أكبر منه وميته عذبة. طب ده النهر، اديني صنف تاني للمسطحات المائية، البحيرة. طب نوع المية فيها إيه؟ قال لك في من ده ومن ده، في عذب وفي مالح، في بحيرات عذبة وبحيرات مالحة، ولكن معظم البحيرات عذبة، يعني الأغلبية عذبة. طب المكان بتاعها بيبقى فين؟ في المناطق المنخفضة التي تتجمع فيها المية، يبقى مناطق منخفضة. طب تعريف البحيرة خدناه قبل كده، هي مسطح مائي كبير محاط باليابس من جميع الاتجاهات زي الصورة اللي أمامنا دي. صنف آخر من الموارد المائية الأراضي الرطبة زي ما انتوا شايفين الصورة، أراضي تحتوي على كميات من المياه العذبة. نوع المية إيه في الأراضي الرطبة؟ معظم الأراضي الرطبة ماؤها عذب يا ولاد. طب مكانها بتبقى في الأرض التي يغمرها الماء بشكل جزئي. بص كده في الصورة تحس إن ما هي زي البحيرة، ما هيش مية كلها، ده في مية، ده في صخور، ده في خضرة، يبقى أجزاء متقطعة، أدي الأراضي الرطبة. طب التعريف بتاعها إيه؟ هي مناطق بيبقى فيها منسوب المية أعلى قليلا من مستوى سطح الأرض، بتحس إن المية أعلى من مستوى سطح الأرض قليلا. طب الأراضي الرطبة الأمثلة بتاعتها إيه؟ البرك والمستنقعات. طب اعكس الجملة يا مستر حامد، البرك والمستنقعات من أنواع الأراضي إيه؟ الرطبة. نيجي لصنف آخر، المصب من ضمن المسطحات المائية، وادي صورة بتبين لك المصب. طب ده عبارة عن ايه؟ كوكتيل، مزيج من المية المالحة والعذبة. يبقى أول ما يجي لك كده سؤال مين المكان اللي فيه مزيج من الماء المالح والعذب، أقول له المصب. طب بيبقى مكان المصب فين؟ عند التقاء النهر بالمحيط أو النهر بالبحر، يبقى نهر مع محيط أو نهر مع بحر. والجملة دي بتفسر مين؟ ليه مية مالحة وعذبة؟ عشان الالتقاء حاجة مالحة وحاجة عذبة. طب التعريف هو مكان التقاء النهر بالمحيط أو البحر، حيث تختلط مياه المحيطات المالحة والبحار المالحة مع مياه الأنهار العذبة. كلام جميل جدا. الشكل اللي قدامنا
بيوضح لي مين؟ الآبار والمياه الجوفية. يبقى المياه الجوفية نوع المية اللي فيها مياه عذبة صالحة للشرب. طب مكانها تحت سطح الأرض. شايف الشرح جميل إزاي؟ يخليك تذاكر بسهولة نوع المية، مكان المية، التعريف بتاع المياه الجوفية. خدناه قبل كده طبعا. هي المياه الموجودة في الشقوق والمسام الصخرية الممتدة تحت سطح الأرض. طب المياه الجوفية بتبقى موجودة بكميات أكبر من جميع المياه اللي موجودة فين؟ في الأنهار والبحيرات. سبحان الله، كل المياه اللي في جوف الأرض أكبر من كل المياه اللي في الأنهار والبحيرات اللي على الأرض. الصنف السادس مين؟ المحيط. نوع المحيط المياه بتاعته مالحة. طب المكان بتاعه بيبقى محوط على القارة لأن مساحته إيه يا جماعة؟ كبيرة. يبقى المكان بتاع المحيط يحيط بالقارة والمية مالحة. طب إيه تعريف المحيط؟ هو مسطح مائي كبير بيحيط بالقارات وتتصل مياه المحيطات ببعضها البعض، يعني في ارتباط بين المحيطات. طب القاع بتاعه سبحان الله بيبقى فيه جبال وفيه سهول. يبقى قاع المحيط يضم إيه يا ولاد؟ يضم جبال ويضم سهول، وهو مسطح مائي كبير يحيط بالقارات ونوع المية مالحة. أدي الدرس الأول كاملا من المذكرة الجميلة اللي تقدر تذاكر منها الدرس بسهولة. يا رب الشرح يكون بسيط وسهل بإذن الله.